ما تدفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. انت مش فاهم حاجه، انا بشتري لعبتي. رحت برضو تدور عليهم؟ يصير الحقيقه لا يا يونس، اوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعه عمليه امبارح. مش هيغلى عندي خلاص. فين فتون؟ نعم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. طب وصلت لك يا باشا ان ده مش هيحصل؟ عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجع لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. هو وجهه نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني ايه؟ يعني الشركه دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقت عارفه كده اوريدي. يبقى هقتلك، هقتلك. تمن اللي انت بتقوليه ده موتك ورحمه بابا. هقتلك. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضلي طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه، بس انا كنت مرعوبه من جوايا. انا بحبك يا ليلى، حتى بعد ما عرفت كل الملاوي السوداء اللي انت عملتيها. ولو ما غيرتش رايي هتغيري. تمشي ايه دلوقتي يا سوها؟ عرفك بدالي هنا. مش عارفه اعزيك ولا هنيك على مراد. هنيني على ايه؟ ولا السكه اللي اتفتحت لداليا؟ انا فعلا زعلان على مراد يا غالي، بس عارفه ان داليا برضو اهم من اي حاجه. كفايه عليها اللي هي فيه بين يوم وليله، لقيت نفسها في فيلا وشركة وملايين. فخايف ما تبصلكش يعني؟ مش عارف اعمل ايه. تموت. تموت ضعف فيها ايه يعني؟ لو ضعفت ضعف بيخليك تحس، ولو حسيت هتعرف انك عايش. ما تخافش من الوجع يا مختار، الوجع ده اللي بيخلينا نفتكر ان احنا لسه عايشين. انا اسف يا ماما، مش عارف. انا ممكن النهارده بس تجيبش سيرة داليا. من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده، في فتره غيابي بقى دمك خفيف. شيء عظيم، ميرسي يا طيب. هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها.
لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بليز كلم حد نسكور مني. طب يلا كلم عطو. لا عطو لا عطو ده كافر اصلا، وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه، وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم اسكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم رشد خليه يعمل معاكوا كادو. اصل انا هو بين اصحاب قوي واحتمال اقابله بالليل. راشد فاكرين يا جماعه السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها؟ بقت مالتي مليونيره. نعم طبيعي. مالتي مليونيره ازاي؟ طبيعي انا قعدت مع راشد هو بيديل شارلي بملايين، فطبيعي ان مراته تبقى مليونيره. لا ماما قابلتها في حفله كبيره وعرفت منها انها بقت صاحبه شركه عقارات كبيره جدا ومتجوزه دلوقتي حد تاني غير راشد، هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ ماما القصه دي ما تشغلنيش خالص، انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور، يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه، انا كنت في ازمه كبيره معاكم. الحمد لله خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. هو الواد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كل يوم انه يرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده؟ مش عارفه بقى مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك؟ شوف. اهو سيد. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا. علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم موقفك. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه، وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اسمها داليا دلوقتي، وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ بذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها، واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم سامح، هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ نقعد احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامة. ده اتجن. يلا يلا. وادي شهادة الميلاد وادي البطاقة. ألف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده برضه؟ راح اكل الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورقه واستعوضت ربنا في الاربعة مليون. والله وعليته بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد، هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل ونبي يا هاب على الحوار ده خالص. طب ما تك اسمها سالي. سالي؟ لا غريبه. كريم قال لي انها كانت شغاله عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ قابلت الصبح في النادي وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي. كملي بس كده. هو ده اللي قاله لي. كريم فين ماما؟ قالت مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. ايه؟ البس يلا يا دوسة لو سمحت. طلع ينام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. يلا روح ننام.
تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحول هنعمل ايه في موضوع الفيلا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظن مش لا الفيلا دي ثمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس، مش هيعملوا حاجه زي كده. لا انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. انا كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه، بس والله كان غصب عني. انا ساعات لما بفتكر الايام دي احس ان انا كنت واحده تانية مش انا. طب تصدق ان ولا حاجه من دي كانت مترتبه؟ كنت لابسة ميت وش في بعض. يا ترى بقى اليومين دول انت لابسة انهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركة انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه، كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ مين؟ عسليه. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسليه. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. أنا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. فاهمة؟ إيه يا راشد؟ أنت إيه اللي جايبك في وقت متأخر زي ده؟ وعرفت إن أنا رجعت من السفر. وإيه اللي جايبك دلوقتي يا راشد؟ في إيه؟ ما تتكلم معايا عادل، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد، اهدى. أنا ما بقاش ليا علاقة بأي حاجة ليها علاقة بالضرب ولا بأي حاجة. أنا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. أنا عرفت من سمر إن أنت وأمك شفتوا عسلية. عسلية؟ أكيد سمر بتقول أي كلام. أنا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوة بالحاجات دي خالص. أقول لك إيه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ أنت بترفع عليا مطوة في بيتي يا راشد. أوبعك كمان. بس يا راشد. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت مين؟ ده راشد يا ماما. راشد جوز عسلية. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسلية فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما اتكلمتوش. استنى بس، انا شفتها. هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسلية، اسمها داليا نور، متجوزة بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتجيلش شركة روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقة بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. خلاص بعد بعد. تمام. استنى، رايح فين؟ انا هاجي معاك، انت stay here. والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي. عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس. اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقينا عسليه. ايه التخريف ده؟ زي ما بقول لك كده. عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، او مقابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده.
عسلية بقت غنية دلوقتي وعندها شركة وملايين. غنية؟ شركة ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشية ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها انا بنعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركة، شركة مراد للمقاولات. شركة مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكلة؟ خلص سيجارتي واقوم البس. ماشي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله. شكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرتكم لحد بالليل. العكس يا مدام. اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا ابلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. بس خد الشيك ده وصوره وبعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. ميرسي. مروه لو سمحتي. أيوة. انا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر. علي واحد. كنت لسه جايلك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. ايه ده؟ يا عم ما الناس رايحة جاية يا عمر، بتقول الشركة قافلة ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك أكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا، احنا بقالنا كتير ملطوعين في العربية بره. شوية عندها اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الإدارة؟ مش هينفع تقابلنا من تاخد معايا. طب عليا النعمة من نعمة ربي، لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضراتكم مين؟ أنا فتون اختها. شيء انت بتقولي ده؟ واحنا مش لازم نعمل مفاجاه يعني؟ اهي تعرفوا السلام. طب انا اسف يا فندم، بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق اهي البطايق، بس دخلنا بقى. ابوس ايدك يعني، اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم، دي اجراءات الشركه. انا اسف يا سيدي. ولا يهمك. انا هخش ابلغك. بسرعه يا اخويا. الله، ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ كوتيشن ده دراسه. طيب تصميمات. حلوة عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو انا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. اه طبعا، يعني استاذ مختار ده انسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير، وعند حضرتك حق انك تاخدي رايه كده. مختار كان اقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده انا بثق برايه. عموما اخبار الاعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. ايوه، ما انا لازم اعرف انتوا مين عشان ابلغها. قول لها اختك. انت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي. حاضر. ثانيه واحده. ده عارف. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس اصل في واحده واقفه بره مصره ان هي تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها دي. امال اقول ايه؟ ما تتنيري تسكتي يا عم. خلينا نخلص. الناس عايزين نقابلها وخلاص، لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخله؟ مع حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحه ما قاليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم يستنوا 10 دقايق. خلاص اوكي. حاضر. اتفضلي. اوكي. ماركو 10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق، ده البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد دفتور على باب الشركة. قلبي من جوه. النبي يا حبيبتي، انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسليه يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا، بس ما قدرتش امنحهم الدخول. انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسليه. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسليه؟ انتي عسلية مراتي.
عسليه اللي رجال البلاقه كلها كانت بتحوم حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسليه اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسليه اللي ليله دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملت ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. انا مفيش عسليه. هنا انا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما انا عادل فكري رجل اعمال. وانا يا اخويا زي المان فتول. لا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، انا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه امها الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا بره وانسوا اي حاجة عن الموضوع ده. وقال عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي على اتنين ويمكن اكتر، تبقى بتتنفضي وانت واقفة. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك، بس انا مسامح. معقولة كده يا راشد؟ ليه يا اخويا ما يصحش؟ البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيلة واحدة. امال ايه؟ أنا كان غرضي بس أقول لك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يعني، وأنت يا أختي عاملة فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد أهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشة فل كلنا. إيه يا داليا في إيه؟ الحقني المخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس في العالم. أنت مين يا ابني أنت وهي؟ اتكل على الله، يلا اطلع بره. أنا جوزها. انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدي بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه، في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي يا عسليه. انا ماشي، بس بقول لك ايه، انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا اختوب. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا اختوب. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بالجرايد. ليه بقى؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ ما احنا خرجنا بره الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه عليها 80 حب. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه يا فتون. انا هوصلك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش، هي صحيح قالت انها ما تعرفناش.
لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخوي لو بلغت عنك، ما انت هتحكي الموضوع واحده بواحده. طب بقول لك ايه، انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسال على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقه، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي، واللي معاها اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي. يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. طب ايه اللي مخليكي مرعوبه منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفر سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ليه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار، اروح اي حته. انا مش عايزه اقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي، ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وانت في الحاله دي. انا هتصرف ومحدش هيقدر ياذيكي طول ما انا جنبك. طلعولي منين دول؟ Thank you.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.